إيفيفا إسبانيا. اليوم رح نروح على إسبانيا. اليوم يا جماعة رح نحضر أزكى شوربة على وجه الأرض. هاي الشوربة أنا بحبها كتير وأنا متأكد لو جربتوها رح تحبوها كتير. روستد غارليك توميتو سوب والمقصم اسمها. باختصار بندورة مشوية، تومي مشوية، سلري مشوي، جزر مشوي، كل إشي فيها مشوي. خلينا نفوت على المطبخ ونبلش نحضر فيها. يلا. Thank you.
أنا بوعدكم هاي الشوربة إذا بتعملوها رح تدمنوا عليها، من أزكى الشوربات اللي ممكن تاكلوها بحياتكم. ما تنسونا من الشير، لايك، سبسكرايب، بحبكم كتير. Stay healthy. Bye.